إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيِّدنا رسول الله. اللهم ارزُقنا محبَّته، وارزُقنا شفاعته، واسقِنا بيدي رسول الله يا ربي شِربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم لا تُخرِجنا من بيتك إلا بذنبٍ مغفور، وبعيبٍ مستور، وبتجارةٍ لن تبور. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تُحوِّل أحوالنا، وأن تُبدِّل أحوالنا، وأن تُغيِّر أحوالنا إلى أفضل الأحوال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي أجور يا أحباب إخواني يغفل عنها الناس؟ بأي سبب الإنسان ممكن يتخلف عن مجالس العلم؟ بأي سبب يا أحباب إخواني أنك لا تجهز نفسك لهذه الأجور الكبيرة يا أحباب إخواني؟ يا أحبابنا، ده ابن عمر بن أظن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود لما سمع النبي محمد يقول: من قال سبحان الله وبحمده غُرِسَت له نخلة. كم النخلة دي؟ ده اللي يقولها في ثانية. هي سبحان الله وبحمده كم تستغرق؟ تستغرق كم ثانية؟ سبحان الله كم يا عم حمدي؟ احسب يا عم حمدي. سبحان الله وبحمده كم يا جماعة؟ طب سبحان الله وبحمده كم يا جماعة؟ تستغرق كم سبحان الله وبحمده؟ أنا قلت 5 مرات أو كان 6 مرات. هل تتخيل أن وعد به الملك أنك كلما قلت هذه الكلمة التي لا تستغرق ثانية ورب الكعبة سبحان الله وبحمده صليت مع رسول الله؟ قال النبي: غرست له نخلة، ونخل الجنة ممدود، وثمرها غير ممنوع ولا مقطوع. قال النبي: يسير تحت ظلها الشجرة في الجنة. في حديث آخر: يسير في ظلها، ركز يا عم حمدي، 200 عام حتى ينتهي من هذه الشجرة التي ما استغرقت منك كم. وهنا يقول النبي اللي حيجلس مجلس علم: حفتهم الملائكة وشيتهم الرحمة، والأعلى من الثلاثة ذكرهم الله. هل صلينا على سيدنا رسول الله؟ اللهم حبب إلينا مجالس العلم يا ربنا، واجعلنا من طلاب العلم أشرف الناس وأعلى الناس، هؤلاء الذين يبحثون عن قال الله وقال رسول. موعدنا الليلة مع بطل تنحني الجباه أمامه يا أحباب إخواني، وتعطينا عبر ما أحلاها وقلناها وجعلنا لها درس، أن العبرة ليست بالبداية، إنما العبرة بالخواتيم. ده كلام النبي، ده إنما الأعمال، ده نص الحديث، إنما الأعمال بالخواتيم، سيدنا النبي يقول ذلك. بطل الليلة ليس له من المواقف الكثير أو الكثيرة، لا والله، بطل يا أحبابي إخواني في الله تغير في لحظة وأخذ القرار في لحظة، قرار مصيري، مش قرار عشان يتجوز دي ولا ما يتجوزش دي، يسافر السفرية دي ولا يسافرش دي، لا، ده سوف ينسلخ من دينه، اسمع، وعاداته وتقاليده، وسوف يضحي بالغالي والعزيز والنفيس من أجل هذا القرار الذي أخذه. ليس له معلوم عندنا يعني، وهذا إن دل يدل على تقصيري أنا، ليس له عند أهل السير على حسب جهدي وزعمي إلا مواقف قليلة جدا، ليس له مواقف كثيرة، ولكن يكفيه أنه صاحب النبي محمد. حتى ما دللوا لنا عن عائلته، ولكنه هو من سادة قريش، صلى الله عليه وسلم على رسول الله، هو من سادة قريش، حتى لقب بذكائه ودهائه
حدة بصره وبصيرته وقوة عقله لقبوه. لما احنا الواحد يحس حاجة غريبة كده يقولك ده الواد ده عامل زي الشيطان، يعني صح ولا غلط؟ الواد ده جن، يعني ده في أغنية الواد ده جن، صح ولا غلط؟ الله أعلم، صليتم ما أعرفش والله. المهم يعني الشاغب، حتى موسى عليه السلام لما رأى الحية وهي تنفعل وتقوم بحركات كأنها جان، ركز، صح ولا غلط؟ هذا الرجل لقب في الجاهلية بشيطان قريش، له بصر حاد، لا تقول لي 6/6 ولا 5/5، صاحب عقل لا طالما ما يقول يقع، صاحب بصيرة وهو في الكفر، فكيف به لما يمتلئ قلب هذا البطل بالإيمان؟ صليتم على رسول الله؟ من يا ترى؟ حد يعرف شيطان قريش؟ ولا حتى شيطان، أي شيطان صليتم على رسول الله؟ مين أخوي؟ مين أخوي؟ عمر. عمر ابن مين؟ الله يفتح عليك أخوي، اسمك يا أخوي؟ أخوي محمود، الله يفتح عليك يا رب. عمير بن وهب، تعرف حاجة عنه؟ طب نصلي على سيدنا رسول الله. تبدأ الحكاية، ركز أبو إسماعيل، تبدأ حكاية هذا البطل من غزوة بدر. غزوة بدر التي سميت بغزوة الفرقان، غزوة يا أحباب إخواني في الله قال فيها الملك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعفاء وقلة، نزلت فيها الملائكة، صرخ فيها النبي بالدعاء اللهم إن تهلك تلك العصبة لن تعبد، لو إحنا اتغلبنا ما فيش تاني إيه؟ عبادة خلاص، ما هم دول طالعين معي. صليتم على رسول الله. أخذ النبي بالأسباب، كانت بداية الغزوة لسبب دنيوي، فما ارتضى الله لنبيه محمد ذلك، خرج النبي ليتعرض لقافلة لقريش. ليه؟ حاشا لله أن يكون النبي أو أصحاب النبي أن يأخذون شيئا ليس من حقهم، لا، بل هو من حقهم. إيه اللي من حقهم؟ أن قريش يوم أن أخرجت النبي وأخرجت الصحابة أخرجوهم كيف؟ كيف أخرجوهم؟ أخرجوهم يا أحباب إخواني في الله ليس معهم إلا يا أحباب إخواني في الله ما يرتدون من ملابس وما يوضع في جيب، وكل ما بقي أخذته قريش عنوة. فندب النبي يا جماعة في قافلة، العايز يطلع يطلع والعايز يطلع ما يطلعش، وهذا حقكم إن كنتم أخذ منكم في مكة. فخرج النبي وخرج معه، صليتم على رسول الله، خرج معه صلوات الله عليه ما يقرب من 314. المهم القصة طويلة، هربت القافلة وفلتت من تحت يد أصحاب رسول الله، خلاص خلصت الحكاية، المفروض إيه؟ خلاص. ولكن قريش أصرت، أصرت على ماذا؟ على إيه يا أحبابي؟ على قتال الصحابة وعلى قتال النبي، على قتال سيدنا النبي، أصروا على القتال. العقلاء دايما لابد أن يسمع لهم يا ناس، لابد أن يسمع للعقلاء. فالعقلاء من قريش قالوا لا، صليتم على رسول الله، حتى منهم الوليد بن المغيرة وغيره قال يا جماعة خلاص احنا كنا طالعين عشان الايه؟ العير والقافلة، والقافلة ايه؟ خلاص على ما نقاتل أبناء العم وأبناء الخال وخلاص خلص. فتوقف، صليتم على سيدنا رسول الله، يا رب اجمعنا مع النبي محمد. فأخذ الحديث يدور في قريش، إن قاتل ولا ما قاتلش، إن قاتل ولا ما قاتلش. فانتدبت قريش، انتدبت، اختارت واحد عشان يروح يشوف لنا عدد الصحابة وعدد ما مع النبي محمد من عدد، كم عدد كم؟ ما ممكن يكون عنده جيش كبير جدا. فانتدبوا من؟ بطل الليلة، عمير بن وهب.
قالوا: يا عمير، فيك ما يؤهلك لذلك، انت عندك ايه؟ امكانيات تعرف لنا بها العدد وتحكي لنا به الخبر، تقول لنا ايه الموضوع. سيدنا عمير رضوان الله عليه سيد من سادة قريش، ركز دي الشهادات، أكبر عدو لله ولرسوله، ما ترك شاردة ولا واردة إلا وصد فيها عن الله، لا طالما وقع الصحابة تحت إزائه في مكة وهم في مكة، قل ما شئت من الإجرام. ما احنا قلنا ليست العبرة بالإيه؟ ليست العبرة بالإيه؟ بالبداية، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم يا أخي. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. يا رب، كم من أناس كان لهم مستقبل طيب في الطاعة، ولكن ختم لهم على معصية وماتوا عليها والعياذ بالله، ومنهم من مات على كفر. صليتم على سيدنا رسول الله؟ نسأل الله أن يجمعنا مع النبي محمد. هذا البطل عمير ينطلق بفرسه وأخذ يتجول ويجول في صحراء المدينة ومكة، بين مكة والمدينة في عند بئر إيه؟ بدر، بحيث ألا يراه أحد، وهو لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا الله يفتح عليك، إلا وأحصاها رقم اثنين، ويرصدها صوت إيه؟ صوت وصورة. كيف يرى هذا الرجل؟ قالوا: كان لعمير حدة في النظر لا مثيل لها، فوقف على ربوة على بعد فنظر إلى أصحاب رسول الله. ما خلاص وصل الخبر للنبي محمد إن قريش قد جمعت جمعها لقتال النبي محمد، ثم عاد إلى قريش. صلى بينا على سيدنا رسول الله. وصل عمير بن وهب إلى سادة قريش، قالوا: ما الخبر؟ إيه رأيك في الموضوع؟ قال: اسمعوا مني يا سادة قريش، أما العدد، اسمع كويس، أما العدد ما يقرب من 300 أو أقل أو أكثر بقليل. ركز، كم قال لهم العدد؟ حوالي 300، يزيدوا حاجة بسيطة أو ينقصوا حاجة بسيطة. وطلع العدد كم؟ كم أخويا؟ كلامه صح ولا غلط يعني؟ ممتاز، 10/10. ثم اسمعوا، أما هؤلاء حالتهم النفسية إزاي؟ قال: يا سادة قريش، والله لقد ركز في كلام حولهم، والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا ونواضح نواضح يثرب تحمل إليكم الموت. تحمل إليكم ليه؟ لقد رأيت رجوها لن يقتل واحد منهم حتى يقتل واحد منكم، فإن قتل كل واحد منهم واحد منكم فما العيش بعد ذلك؟ إذا قتلوا 300 واحد فيكم يبقى الموضوع. فدب الخوف والرعب شيئا ما، والحدث والكلام، وتفتت الجمع. صليتم على رسول الله. ثم قال لهم: انظروا أمركم، شوفوا اللي انتوا عايزين تعملوه. هذا كلام صليتم على سيدنا رسول الله. فوقف المجرم أبو جه، قال: لا يا معلم، سوف نذهب إلى هناك ولو لآخر نفس لنا بنسائنا وأطفالنا ورجال، فتضرب لنا القانيات والمعازف، ونشرب الخمر، ونذبح الجزور، حتى لا يكررها أو يعود إليها محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، عشان ما يفكرش مرة تانية إنه هو
يقاتلنا تاني، يكون عبرة لي. فقال له عمير بلاش، قال لا. قام فلان وفلان قالوا يا أبا جاه اهدى، نم لا فيش هداوة دي، صليت مع رسول الله. ولكن من الذي يقدر الأمور؟ صح. أبو جهل أصر على قتله، أصر على مصيره، وبالفعل أخذ الناس برأي مين؟ أبي جهل، وانطلقوا. صليتوا على سيدنا رسول الله. وكان في المعركة سيدنا عمير، ما ينفعش يرجع سيد، والسادة يخافون من الكلام، انت خفت، انت جبنت، انت دايما خواف، دايما كذا، دايما لا انا معاكم، خلاص معاكم، خلاص هروح معاكم. ودخلوا المعركة، انتهت المعركة، قتل منهم 70، وأسر منهم 70. صليت مع رسول الله. يبقى تحت وقع كلام عمير ولا ما وقعش؟ وانهزم. عاد وخيم الحزن، احبابي اخوان، الهم والكرب على جميع بيوت قريش، لان ما من بيت الا وفيها قتيل او اسير، يا اما قتيل يا ايه يا اسير. حتى فرضت قريش الحزن والحداد حتى يسأروا، مكثوا عاما كاملا لا يضرب دفا ولا تظهر بهجة ولا سعادة ولا ضحكة ولا أي شيء فيه إيه؟ فيه فرح أو سعادة أو أي حاجة أطلاق. حتى قيل أنه قد حرموا على أنفسهم يا أحباب الاغتسال، ما أنت هتستحم يبقى أنت إيه؟ صليت مع روحنا، واحنا ورثنا الحاجات دي. كان زمان اللي موتلها ميت تاخدلها حركه اسبوعين ثلاثه اربعه ولا خمسه عشان تغتسل، ولو لو مسكين اغتسل ولا ما انت فرحانه فيه، هذا المر الطافح. صح بعد الاربعين روايه اهو، لك اربعين يوم ما تستحماش، مش عارف. اسال ابراهيم عيد اللي جاي متاخر اهو، صليته مع رسول الله. طيب احبابي اخواني في الله، وهذا قد ورثناه، هذا دليل الكره عند الناس وعند الحزن عند الناس. وكان زمان الحزن ده كان غريب، استغفر الله العظيم، كان مش عارف اقول لك ايه. وجدناه في قرانا، صليت مع رسول الله، لا اقصد قريتي، اقصد كان زمانا في بلادي، اذا ما اشتد صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن ومات ميت. أحبابي إخواني، يحرم أي شيء فيه بهجة من طعام، صليتم على حتى بعض الأطعمة. يقول لك زمان ما أوعى تعمل فطير، ها؟ محشي في الوجه البحري، صليتم على رسول الله. ماشي. مش طبيخ عندنا في الصعيد. ما فيش طبيخ زي ما قال أخوي أبدا. أرديحي على طول، وما تاكلش لحمة. جميل أحبابي أخويا في الله، ولا تظهر تلبس أي حاجة فيها كذا. جميل يا احبابي اخواني في الله. اثنين الزوجه كذلك، نسال الله العفو والعافيه. زياده على حاجه ثانيه برضه، كان يحطوا الطين فوق رؤوسهم وشق الجيوب ومش عارف ايه والكلام اللي ما انزل الله. قريش اصرت على ذلك، فخيم الحزن عاما كامل. ومن هنا الحكايه تبدا مع سيدنا عمير، بعدما يقرب من ثلاثه شهور يجلس سيدنا عمير ابن وهب، ركز في الاسم اللي جاي ده، مع صفوان ابن أمية ابن خلف. أمية ابن مين؟ لما تسمع الكلمة ده يذكرك بمين؟ بمين؟ الله يفتح عليكم، بسيدنا بلال. أمية ابن خلف وصفوان بن أمية في معركة، في معركة، ركز، في معركة بدر قتل أبوه اللي هو أمية مين؟ ابن خلف. وفي معركة
أحد قتل عمه، من عمه؟ أبي ابن خلف. فجلس عمير مع صفوان بن أمية يتذكرون أصحاب القليب، قليب هو بئر الذي جمعت فيه جثث مين؟ قتل بدر من المشركين. فجلسوا، فقال صفوان بن أمية، اسمع الكلام، شوف صاحبك بيقول ايه، اثنين هم أولاد عم في قرابة بينهم، رقم اثنين أصدقاء عمير وصفوان. فقال صفوان بن أمية لعمير: يا عمير، ما العيش بعد هؤلاء؟ ايه فائدة العيش؟ ان نحن نحيا ونعيش بعد ما قتل فلان وفلان وفلان، والله ان العيش بعدهم ليس بعيش. جميل. فرد عمير وقال: والله يا صفوان، لولا، ركز، دين علي وعيال لي أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد فقتلته. بس أنا عندي مشكلة في إيه؟ في حكتي، علي دين وليس عندي ما أسده، ومعي أولاد أخشى عليهم إيه؟ الضيعة. فقال له صفوان، صفوان اغتنم الحتة دي، فقال: انطلق أنت ودينك علي وعيالك عيالي، ما بقيت حيا، أولادك زي أولادي. خلاص، كلمة شرف. طبعا صليت مع رسول الله. فأمر بسيفه فشحذت، يعني سن السيف، ووضع فيها السم، وانطلق سيدنا عمير بعد هذا الاتفاق. وقال وهو يودع صفوان: اكتم علي الخبر، يعني قل له اوعى تقول لحد ابدا، لا مراتك ولا جيرانك ولا اي حاجه على الاطلاق. قال: اكتم عليك. قال: حتى اعود. بعد ما ارجع اعمل انت ايه، اعمل فرحت. قال له ماشي. فانطلق سيدنا عمير حتى وصل الى مدينه رسول الله، وتشوح سيفه، أي وضع السيف تحت إبطه، ودخل على مدينة النبي. أسأل الله أن أراكم في مسجد رسول الله في هذا العام. جميل أحباب إخواني، وصل إلى المسجد هناك والنبي داخل المسجد، فأول من أبصر به سيدنا عمر. فقال سيدنا عمر: هذا عمير شيطان قريش. شوف عمر، شوف عمر، شوف الكلمة جاي، والله يا الشغل ده يا أخي، والله ما جاء إلا بشر. الأشكال دي ما تجيبش غير وراء غري هي كده، والله ما جاء إلا لشر. هذا هو الذي حرش بيننا وبين القوم وحرز لهم، هو اللي أداهم المعلومات إن احنا عددنا كام. فقام سيدنا عمر كالأسد فأمسك به، وأمسك بسيفه بتلابيب ثوبه، بحمالة السيف إلى تلابيب الثوب، ثم قال: لما جاء؟ فانتفض في يده. ثم قال سيدنا عمر لبعض الصحابة: فليكن بينكم وسوف أخبر النبي. قال: يا رسول الله، عدو الله عمير ابن وهب جاء إلينا. سيدنا النبي وليه؟ ما عرف في تاريخ الإنسانية رجل كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم الناس وأرأف الناس. سمحوني إن قلت أحباب إخواني في الله، اتسعت الرقعة بيننا وبين رسول الله، أو والله العظيم، وإلا ما وجدنا الهم الذي نعيش فيه، هم أخلاقي وهم اجتماعي وهم قل ما قلت، أزمة في الأخلاق وأزمة في نسأل الله العفو والعافية. تسعت المسافة بيننا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من هو عمير ووقع الآن في قبضته؟ هل قال عمر؟ قال عمر: روح قل له عايزه ومشيه، ده ممكن أقل حاجة،
روح قول له عايز ايه ومشي. أو الحرب خدعة والحرب موجودة لسه، ولو خده في أي مكان وخلص عليه. إنما قال النبي محمد، شوف أسلوب الدعوة من النبي محمد، قال أدخله علي، أدخله علي، وهذا شرف. يقول له إيه؟ أدخله علي. فدخل وهو هكذا كما سمعتم بحمالة سيفه بتلابيب ثوبه، وعمر يجذبه إلى أعلى وداخل على سيدنا رسول. سيدنا النبي أول مرة قال أرسله عمر، سيبه سيبه، بقول لك أدخله. فاستوى وقف بين يدي رسول الله، فقال له النبي محمد، اسمع مني كويس الكلمة اللي جاي، أنا أعرف 90% من القصة يمكن معروف أو كله هو معروف، لكن هناك جوانب لابد أن توضع في حسباننا في حياتنا اليومية فيما بيننا. عرف النبي أول كلمة قال إيه؟ قال أدنوا مني عمير. قال إيه؟ تعال أدنوا مني عمير. وده أسلوب دعوة، يريد النبي محمد أن يزيل كل ما فيه خوف وانطراب وقلق وتوتر من قلب مين؟ سيدنا عمير. تعال تعال أدنوا مني يا عمير. فدنا منه عمير، ثم قال له النبي لما جئت يا عمير؟ لما أتيت؟ أنت جاي ليه؟ قال يا محمد، شوف الغلظة، جئت من أجل ولدي أسير عندكم. فعله ابن أسير، وهو قال هناك عن نسيت هذه اللفظة، أن قال لصفوان إن أنا لي هناك علة أعتل بها، أن لي سبب إن أنا أروح فين؟ ما هو يدخل المدينة ليه؟ إلا إذا كان لي سبب. إن هو إيه؟ إيه السبب؟ إن ابنه إيه؟ أسير، والنبي محمد طلب فدية، فكل اللي عايز يودي فدية يروح، وإلا ما استطاع أن يدخل. قال جئت لولدي أسير عندكم أفتديه. صليتم مع رسول الله؟ هو دلوقتي حاطط السيف فين؟ تحت عباءته. فقال النبي محمد طب وما هذا السيف يا عمير؟ شوف لطف النبي في المحادثة، شوف لطف النبي في المخالف معه، شوف لطف النبي مع من يعلم أنه ما جاء إلا لضره وقتله واغتياله. فالنبي في حلمه في هذا يقول له اصدقني، طيب عمير مصمم على الموضوع، مصمم أنه ما جاء إلا إيه؟ لأسيره. فإذا به يفاجأ بما لا قبل له وبما لم يتخيل. قال النبي، ركز كويس، ركز، أنا مش هوقف فيها، مش حاجة يعني، مش هقول حاجة من عندي تعليقا، هقول الجملتين ثلاثة ورا بعض يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير، ألم تجلس أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فتذكرتم أصحاب القليب، أصحاب البئر اللي قتلوا من مشركين؟ فقال صفوان فما العيش بعد هؤلاء بعيش؟ ثم قلت أنت لولا دين علي وأولاد لي أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد فقتلته. قال أشهد أنك رسول الله. حلف تاني ليه؟ صرخ وهو يبكي، قال أشهد أنك رسول الله. ليه؟ الله يفتح عليك أخوي، لأنه ليس بعد العين أين. قال وهو يبكي سيدنا عمير، والله يا رسول الله، كان الأول يقول إيه؟ ركز، والله يا رسول الله ما كنت
إلا وأنا وصفوان وليس معنا أحد، وإني لأعلم الآن إن الذي أخبرك بذلك هو الله. كنا نكذبك بما يأتيك من خبر السماء ومن الوحي. طب قلنا نكذب الوحي، أما ما دار بيني وبين صفوان لا يعلمه إلا الله. ثم بكى وازداد في البكاء، ثم قال تلك الكلمات، وقابله النبي بثلاث كلمات، قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. الحمد لله ان احنا قعدنا وكنا عايزين نقتلك ودبرنا الموضوع ده عشان انا ايه اتي الى هنا عشان ارى ما لم ارى واسمع ما لم اسمع. ثم قال: الحمد لله الذي هداني لهذا للاسلام وساقني هذا المساق. سيدنا النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال فقهوا أخاكم في الدين، واحد، وأقرؤوا له القرآن، وأقرؤوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. صليتم على سيدنا رسول الله. في واحد مستني في مكة خبر، اللي هو مين؟ صفوان. عنده مشكلة منذ أن خرج سيدنا عمير إلى مدينة رسول الله ليقتل مين؟ وصفوان بن أمية في كل يوم يلبس حلته، مع أنه فرض الإيه؟ الحزن. بس هو عمل حاجة غريبة جدا، يروح يديها دش مية يلبس الحتة ليه؟ الله يفتح عليكم يا اللهم اجمعنا مع السمك، لكن أي حاجة زفرة ثانية لا. صليت مع رسول الله، فكل يوم في الصباح يخرج فيلبس حلته ويتجمل ويتعطر ويدور، فالناس يقول: ويحك يا صفوان أجنن؟ أيوة الله يفتح عليك، مستني المفاجأة. صليت على رسول الله: يا صفوان أجنن؟ ألم يقتل أباك؟ يا راجل أبوك ميت يا ابني، ما أبوك ميت لي 3 شهور يا ابني. فتوبخه قريش، فيبتسم ابتسامة عريضة، يقول لهم ماذا؟ بس دي عايزة صلاة على سيدنا النبي محمد. يقول لهم: اسمع، سوف تأتي إليكم أخبار تنسيكم ما قد كان في يوم بدر. هيجي لكم خبر، الخبر ده من أول ما هتسمعوه، ركز يا عم حمدي، هتنسوا إيه؟ أي واحد ليه قتيل هينسى أي خبر. اصبروا علي، بس اصبر يا معلم. فيخرج كل يوم على تلك الحالة، ثم يخرج إلى أول مكة، فما من آت يسأله يقول له: يا أخي، أما حدث في يسرب أمرا؟ يقول: والله ما سمعنا حاجة في يسرب حاجة حصل. يا أخي يا ابني ركز، أنت بتقراش الجرايد الصبح؟ أما تسمع؟ قال: والله ما سمعنا حاجة في يسرب، أنا جاي من هناك ما في شيء. وفي يوم من الأيام وجد ركبا فأوقفهم، قال لهم: يا جماعة، أما سمعتم حدثا غريبا في يثرب؟ فسكتوا إلا واحد قال: نعم، لقد حدث أمر لا تتخيله يا صفوان. قال: قل يا ابن أخي، هذا ما أنتظره. هو ده يا ابن المستني أنا ده ساكت؟ قال: إن ابن عمك وصاحب عمرك عمير بن أهوة أسلم بمحمد وأسلم بدين محمد. كأن صاعقة قد وقعت عليه، فعاد إلى بيته وخيم عليه الحزن والخوف والرعب والزعر. جميل يا أحبابي إخواني، نرجع لسيدنا عمير، مكث مع رسول الله ما أراد أن يمكث،
ثم قال لرسول الله: يا رسول الله، ائذن لي أن أرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمة، وإلا آزيتهم في دينهم كما آزيت أصحابك في دينهم. حروح لو هم أسلموا ماشي، طب ما أسلموش سوف أظهر لهم عيوب الآلهة بتاعتهم وأنها آلهة باطلة وكذا وكذا. أذن له النبي محمد فجاء إلى مكة داعيا، بدلا من أنه ذهب إلى مدينة رسول الله قاتلا، ذهب ليقتل النبي، عاد وهو قتيلا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل مكة وأخذ يدعو فيها، فاستجاب له عدد كبير جدا من الناس، والتقى بصفوان. أول ما التقى فين العهد، فإذا بصفوان يسل سيفه وهو يعلم أن عمير قوي وفارس، فسل فقصر صفوان ألا على من نقاتل بعدنا، ثم ترك. مرت الأيام وفتح النبي مكة وكان معه سيدنا عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي محمد لأصحابه: مكة حرام ولا تراق الدماء إلا من أذكر لكم تهدر دماؤهم ولو رأيتموهم في أي مكان في مكة. اللي يشوف واحد من الجماعة حذكرهم يقتل على طول. وذكر النبي من بينهم صفوان بن أمية. دخل النبي مكة فعلم صفوان. المشكلة كانت عند صفوان، لأن صفوان لو قام بما أمر به النبي لاطمأن، يعني خلاص إيه النبي محمد لما دخل مكة أصدر النبي قراره صلى الله عليه وسلم: من دخل الكعبة فهو آمن. يبقى لو قال له خلاص وأنا هدخل مع الناس مش هتكلم، إنما لا، ومن دخل دار أبي سفيان برضك آمن. طب خد التالتة: ومن دخل بيته فهو آمن. هيدخل يغلق على بيته وخلاص وخلصت. ثم قالوا له القول الجميل، قالوا: ماذا؟ ما قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ. قال: اذهبوا خلاص أنتم الطلقاء. صفوان أصر، عرف عمل إيه؟ خرج على غرة إلى نحو الساحل إلى جدة، حوالي 70 كيلو، يهرب من رسول الله، ونوى قرار، عرف قراره؟ أن ينتحر، يلقي بنفسه في البحر. أنا خلاص مش حياة هعمل إيه تاني، لا هنفع أقابل محمد ولا أقعد معاه ولا أعمل كذا، وأنني قد هدر دم، يبقى أنا كده كده إيه ميت، على ما أنا يراني الناس وكذا، وأنا من بعد العزة وأنا صاحب قوة وصاحب كذا، يروني الناس وأنا محبوسا وأنا قتيل. هذا تفكير مين؟ صفوان. قال: أنا أفضل حاجة أعمل إيه؟ ألقي بنفسي. عمير قال: يا رسول الله، سيدنا عمير لما شاف النبي محمد بيوزع إيه العفو، عفو عالمي من رسول الله، فدخل عمير قال: يا رسول الله، ابن عمي وصاحبي. قال: من؟ قال: صفوان، خرج من مكة يا رسول الله وأخشى عليه الهلكة، خايف الأحسن يعمل إيه ينتحر ويعمل حاجة في نفسه. قال: وماذا تريد مني؟ قال: يا رسول الله، أريد منك أن تؤمنه، أنا عايز منك أمان. قال النبي محمد سيدنا النبي: أبدا، ما سئل عن شيء إلا وأعطاه النبي، ما لم يكن إثما أو شرا، أي حاجة يطلب من النبي. سيدنا النبي 63 سنة ما رفض سائل ولا رد سائل. سيدنا النبي 63 سنة ما غضب لنفسه وما انتقم لنفسه. قال له: اسمع، أمنته شهرين. أمنته إيه؟ ركز الحتة دي، حديله أمان المدة شهرين يعيش بيننا ويسمع القرآن ويسمع السنة ويعرض كذا ونعرض عليه الإسلام، يأخذ إيه؟
شهرين فين معانا؟ في مكة، ولا يؤزى، وبعدها فلا يصاحبنا، خلاص مش عود فيها، ما خلاص لا مشرك ولا غيره، لا صفوان ولا غير صفوان. فرح سيدنا عمير وانطلق يدرك من؟ سيدنا صفوان، حتى وصل إليه إلى شاطئ البحر، وبالفعل وجده يهم بهذا الأمر، هم الانتحار، فنادى عليه وقال: يا صفوان اسمع مني وتعقل، افهم، لقد جئت إليك من عند أوصل الناس ومن عند خير الناس ومن أعفى الناس ومن أجود الناس، ألا وهو النبي وقد أمنك، تعالى فامكس بيننا لمدة شهرين واسمع معنا، اسمع، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا دبر أمرك. قال: ومن يدريني أنه لن يفعل بي شيء؟ هل ينسى لي محمد ما فعلت؟ هل معقول ينسى كده في لحظة؟ قال: إنك لا تعرفه، أنت لا تعرفه. قال: لا. فعاد سيدنا عمير إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، والآن عنده خوف وكذا، وده الصاحب مصر على صاحبه. فقال النبي: خذ هذه العمامة بتاعتي، عمامتي، فأعطيها له دلالة على أنني سوف أؤمنه. فجاءوا بعمامة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: خذ يا معلم، أدي لك كمان دليل من عند النبي أنك أنت آمن، والنبي لا يخون ولا ينقض. قال: أفعل. فركب جملا له وعاد إلى رسول الله، فدخل على رسول الله، يركز، وهو على ناقته. سيدنا صفوان كان من أعلى الناس مالا وجاها وقوة وعدد، وعنده أسلحة، عنده ترسانة أسلحة، عنده ترسانة كاملة، كان هاول المواضيع دي، الأسلحة وغير ذلك. فلما دخل مكة وهو على بعيره، التقى، وأول ما التقى صفوان التقى برسول الله، والنبي يمشي، النبي ماشي ومعه أصحابه، فرآه النبي، فيعمل إيه هو؟ شفت الجبروت والتكبر والتعالي وهو على جمله؟ قال: يا محمد، قد أخبرني رسولك ابن عمي عمير بأنك أمنتني شهرين. ده شغلي ده يا إيه يا محمد؟ سيدنا النبي نظر إليه ثم قال: انزل ونرى. طب بس انزل. قال: لا، والله لا أنزل حتى تبين لأصحابك بأنك أمنتني. النبي حيقول كلمة مش حيتخيلها، إنك أنت اديتني شهرين، شهرين يعني شهرين ده مدة إيه؟ كبيرة، 60 يوم، مش 3 أيام أو 3 ساعات، ده شهرين. قال: لن أنزل حتى تبين وتؤكد على أنك أمنتني شهرين. قال النبي محمد: لا، بل 4 شهور. كم؟ قال: 4 شهور. زاده النبي إيه؟ سيدنا النبي الشخصية الوحيدة ما جهل عليه جاهل إلا وقابله النبي بالحلم والعفو والرحمة. كان يطمع في شهرين، فأعطاه النبي كم؟ 4 شهور. قال: اسمعوا من صاحبكم، احنا في فتح ايه دلوقتي؟ فتح مكة. فتح مكة كان في الشهر الكام؟ في شهرين. متى فتحت مكة؟ ايوه صح، واحد قال صح، في رمضان، في العاشر من رمضان. جميل يا احباب، في غزوة بعدها على طول بعدها بشهر، غزوة حنين، كانت صليتم على رسول الله، هو بعد رمضان ايه؟ الله يفتح عليكم، اللهم بلغنا رمضان يا رب. في العاشر من شوال تحرك النبي إلى حنين لقتال هوزان وثقيف. ليه رايح يقاتلهم النبي؟ عشان جمعوا جمعهم وعدوا جيشا ليغيروا على رسول الله. فجهز النبي. صفوان قاعد فين دلوقتي؟
في مكة وعنده عنده ترسانة، فذهب إليه النبي محمد مش أرسله، قال يا صفوان نريد دروعا وسيوفا. عارف قال له إيه؟ قال يا محمد أغصبا؟ غصب يعني؟ غصبت عني يعني تقود مني بالقوة الأيدي بقى؟ فابتسم المبتسم صلوات الله عليه، قال لا، بل عارية 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 مضمونة، أنا هستلفها ومضمونة، لو تلف فيها أي حاجة علينا. قال أفعل، خذ ما شئ بس لي طلب. قال لي طلبك؟ خلي بالك هو لسه أي دلوقتي مشرك. قال لي طلب. قال وما طلبك؟ قال أن أخرج معكم إلى حنين لأرعى دروعي وأرى ما يحدث فيها والسلاح بتاعي. فابتسم النبي وقال أفعل، تعال معنا. لو واحد فيكم يقول إيه ورب واحد يقول أيوة يكش حتى يجي لك سهم من أي مكان و... لا 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 لا. قال له النبي تعالى. فذهب النبي إلى حنين وقامت المعركة، صليت مع رسول الله، ومعركة حنين معركة يا أحبابي إخواني في الله لولا لطف الله لضاع الجميع، لأنهم اغتروا بأنفسهم صحابة، اغتروا بالعدد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليه؟ الصحابة هم طالعين، العدد كبير جدا ما شاء الله، ما يقرب بين من 13,000، عدد كبير جدا، وإحنا في غزوة بدر كنا 13، وفي غزوة أحد كنا 3,000 إلا، وفي غزوة مش عارف فتح مكة كنا 10,000، ودلوقتي إحنا العدد بتاعنا العدد ده كله، يبقى إحنا اليوم إيه؟ لن نهزم اليوم من قلة. عمل لهم كمائن وعمل لهم كذا، بدأت السهام في الصحابة من كل مكان، حتى صرخ النبي لما رأى الصحابة قد تشتت شملهم وتفرق جمعهم وبدأت الهزيمة تبدو عليهم، بدأ النبي يجمع الصحابة بقوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فبدأ ينادي على الصحابة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب بيعة الرضوان، فبدأ الصحابة يعودون من جديد ويستغفرون الله، وأنزل الله جنودا لم يراها أحد يا أحبابي، وثبت الله رسوله ويا أحبابي إخواني في الله والمؤمنون، وعاد النصر إلى أصحاب رسول الله، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كبيرة جدا جدا. فبدأ النبي يقسم الغنائم، مين اللي شايف الغنائم دلوقتي؟ سيدنا صفوان. ربما دار في عقله، شاف أمور مش هيتخيلها دلوقتي، مش هيتخيلها، عارفين؟ رأى النبي محمد أبا سفيان، صفوان، رأى أبا سفوان ينادي عليه النبي. أبو سفيان أسلم إمتى؟ يعني ليه أسلم قد إيه؟ شهر واحد، ليه شهر؟ نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان؟ قال نعم. قال تعال تعال. قال أترى هذا الوادي فيه ما يقرب من 300 من الإبل؟ عارف الإبل الواحد، الجمل الواحد، يعني عامل عملية، عامل زي العربية بتاعت الفئة الستة والسبعة دي اللي هم حروف دي، صليتم على رسول الله؟ عارفينها؟ الله يفتح، يا رب تاخدوها إن شاء الله، قول أمين يا رب، يا رب كل من الأمين يركبها يا رب تكون بتاعته إن شاء الله، وأنا معاكم. أبو إسماعيل معايا تاكسي مش محتاج حاجة، صليتم على رسول الله. طيب الشاهد، الشاهد نادني قال هذه لك، لينا كل الوادي ده، لينا كل القطيع ده كله، ده 300، قال هي لك. صليتم على رسول الله. ثم نادى على حكيم بن حزام وأعطاه مثله. مين اللي بيراقب؟ صفوان. فقال النبي محمد يا صفوان، بس انت مشرك معلش،
يا صفوان نخلوها المرة الجاية يا أحبابي إخواني بتوع مصالح، نخلوها المرة الجاية يا عم مجيد. لا طبعا. طيب الشاهد يا صفوان. قال نعم يا محمد. لسان عنجري. قال أترى هذه الإبل؟ قال نعم. قال هي لك. المين؟ هي لك. قال إن عدده من 100، ده حوالي أكتر من 100 ده. قال هي لك، وانظر ما تلف من الأسلحة والدروع نعوضك غيره. فجثى على ركبتيه وبكى. قال وأنا ما خرجت لذلك وما أريد عوضا، وإنما جئت لأسمع وأرى منك ماذا تفعل في سلمك وماذا تفعل في حربك. والله، اسمع اللفظ اللي جاي، والله يا رسول الله، ركز، والله يا رسول الله لا يعطي أحد هذا العطاء بطيب نفس إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. الأول سيدنا عمير أطال الله في عمره، فمات في معركة اليرموك في عهد سيدنا معاوية رضوان الله على الجميع، مات في سنة 42 للهجرة النبوية الشريفة. هذا شيء من شمس سيدنا عمير. سيدنا عمير قتل في غزوة اليرموك وقتل شهيدا، هذا والله أعلى وأعلم. أسأل الله أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى رب. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم فرج كرب أمة النبي محمد، فرج كربتها واستر عورتها، واغننا بفضلك يا رب العالمين. اللهم رحماك بسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع شمل أمة النبي الصادق الأمين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم رحماك ورحمتك يا رب العالمين بإخواننا في غزة، رحمك بهم يا رب. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم، مظلومون رب العالمين فانصرهم يا أرحم الراحمين، كلهم يا أكرم الأكرمين، أغثهم يا غياث، أغثهم يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين على عدونا وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، جميع سكانها وسائر بلاد المسلمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ولمن علمنا حرفا بغاجك العظيم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.